بنوك بنت المحامي دعيشة ترارارا نور دين بنتيش. سمحوني كان دخلت كان غرد عليكم على حيني غرة، قلت يا نجلة مغنية مش مغنيش أنا، ما قالوا لي صوتك خايف، لا قلت لهم أنا فنان استعراضي. أما مالا نور دين بنتيش أخويا شمع تصوروا صابر في الفوازير يمزح ولا يمزح شوية رجي وتشوف. أما مالا نور دين بنتيش يا جماعة، يا ولا نور دين بنتيش حاسين قداش كاريزماتيك وجذاب بصراحة. والبارح حضر في برنامج كلام الناس إما وقاعد يدور لايمات هو سعيد قراش من بلاتو لبلاتو باش يفسروا خطاب الباجي الاخرين تاع حكايه الزطله. قال لك عطيتهم سيرفاتمون وقبقاب وقاعدين يدوروا كيك على التلفز والاذاعات باش يفسروا انه الزطله مفيده. وانا نقول شبيه الباجي كل مره طلع عندنا بطلعه غريبه، هو طلعوا مستشارينه شيخين. قال لك حتى الرؤساء الكل عندهم المطبخ السياسي كان رئيسنا، عنده الغرزه السياسيه. هذا البارح نور الدين بنتيش قال لهم جدودنا كانوا زطاله وكانوا في رمضان باشق الفطر يتكيفوا الزطله. ولا جدودنا ذوما طلعوا اصحاب كيف انا في باليشن. وانا نقول شبيه الاستعمار خرج من تونس يجري. وقال لك مستعمر تعقد في تونس، قال لك وين نمشي يلقى جدودنا يضحك الكرتوش يضرب في الجبل وجودنا يضحك. شارد يقول قلم ورحمه امي جدودهم ما راتش عيني تواس هذوما. ما لا ما بخشمه هو شارد يقول استفساري وروح لفرنسا. خرجتها قال يضحكوا عليا في العالم الثالث. وانا نقول شبيه تونس ما تقدمناش احنا من عهد الاستعمار وما طلعوا جدودنا مسايبين التنميه ولهين يزطلوا. وقال لك بورقيبه يرحموا حالهم القمل وخلى لهم الزطله. قال لك عمل استفتاء وقتها على الشعب، قال اختاروا نحيل لكم الزطله ولا القمل. حسب احصائيات الزرقوني وقتها 90% في الشعب اختاروا القمل. الزرقوني مالا جدودنا هذوما قداش كانوا شيخين يا سيدي. وانا نقول شبيه بابا عزيزي تصوروا الكل يضحك. نور الدين بنتيش يرحم والدي عرانا برشا حقائق تاريخيه. نور الدين بنتيش قال لك جدودنا كانوا يزطلوا في رمضان وباش قال الفطر يتكيفوا الزطله في القهوه. لا من دنيتهم الجند جندتهم هذوما جدودنا بصراحه. وقال لك واحد من جدودنا حل حانوت يبيع في باب الغاز. يا اخي فجر زوز باب سولافونيو. قالوا واش تعمل؟ قالوا نعمل في البوز. شيخين كانوا شيخين الله يرحمهم جدود الله يرحمهم الله يرحمهم ويطول في اعمارهم. عملها بربي توا قائد السبسي جد واش كان يخدم؟ اكيد كان مفكر كبير هكا وعنده مكتبه وصاحب دماغ. يا ولا جدودنا هذوما انا في بالي كانوا يحاربوا يا اخي طلعوا يتكيفوا. لا وحتى كي ترجع شويه بالذاكره تلقى انه كلام بنتيشه صحيح 100%. انت علي الرياحي كان غادي انا وحبيبي فوق الزورق. شو يعمل بربي علي الرياحي مع حبيبي فوق الزورق؟ يراجعوا في جغرافيا. اكيد كانوا يدوروا في سيجار وزات الغاديكا. وش اسمه الجاموسي ما كان يغني زاد هو تحت الياسمينه في الليل نسمه والورد محاضيني. اش يعمل الجاموسي تحت الياسمينه في الليل؟ يقرا في كل ليله ودمنا. اكيد كان يفتر في سيجار وزات وتحت ياسمينه. ولا شو اسمه هذيك غنيت فوق الشجره ومن الحسن غنيت. تو من الحسن بجا ربي كان مش متكيف اربع سواقر باش مطلعها في السماء فوق الشجره باش تغني. ام الحسن مسايبه حسن مسايبه دارها ومعونها وراجلها وطالعه باش تغني فوق الشجره. اكيد ضرب 10 سوارق هذيا. لا يرحم والديه نور الدين بنتيشه بصراحه. يرحم والديه والله. وانا نقول شبيه الشيخ العفريت عيطوا له الشيخ وهو مو الشيخ. وقال لك كان صعب شيخ هذا. قال لك في البريمه الايام كيف الريح في البريمه. لا فهمتك ومخه يدور مش البريمه. ولا بنتيشه هذايا كشف لنا حقائق مريبه بصراحه. استر ربي ما كانش عندهم تحليل الجماعه هذوما قبل ولا راهو جدودنا الكل في الحبسه محكوم عليهم عام وكريته. ما هو كانش ثم فيسبا وقتها. مالنا جدودنا اش كانوا شايفين يا سيدي. اسر هذاك علاش نحن مسمينا دوله الشيخ ان. وانا باش نحكي لكم اليوم على شيخ كان مشيخنا هو بن نوادر وحتى نحن بيناتنا كنا شيخين عليه. كان عنده فيلا هو في المروج سنين. هذا مشيت له للدار دقيت الباب يا اخي اصطل عليا من الشباك طرف ولا طاح وقال لي هيروينك يا راجل هالغيبه. كل مره اقول ترويجي يصطل عليا ونقعد بالسوايع على استهلاك قدام الباب وتعامل عين مخدرات وعين مراتش. صاروخ برشا حكايات قال لي في غيابك. لا قلت له سامحني يا شيخ. قلت له ماني ماري اخواننا واخواتنا في المهجر عاملين لهم برنامج سياحي يعمل 66 كيف. اخي طاح يفتل عليا ويتكتف وقال لي بالله اسمع لا ما تعمل كاس تاي بحذانا. وانا بنيتها ما نعرف وحشيشي عملت روحي ما سمعتوش. قلت نقلع بجلدي قبل ما نحصل. اخي قال لي كان بسويا يا ولدي شبيك ماشي. سامحني قلت له يا شيخ ماشي ناق في تونس. اعطيك الصحه. قال لي هذه وحدها نشعل عليها سيجارو وانا راني صابر برا. شكرا للكوبرا.